أنا إنسانة بلا عنوان تائهة في هذا المكان. الحرية أصبحت بعيدة المنال، وحياتي ذهبت في بحر النسيان. فقدت الأمل في هذه الدنيا، لم أعد أريد شيئا سوى خروجي من هذا المكان، لأنني مللت من قيل والقال. فهل ستعود الأيام كما كانت، أم هذا الشيء محال؟ الاسم ديالي سناء، عمري 37 سنة. عشت في واحد العائله ميسوره الحمد لله، وكنا حنا سبعه الخوت، اربعه البنات وثلاثه الاخوات، اربعه الخوات وثلاثه الخوت. الحمد لله جي في مي زيتود، جي مون باك هنايا، بري شو بارتي ا باري، جي ان بي تي اس اوتيلري ريستوراسيون، هذا لو دومين اللي انا كنت اختارته. مي بارون كانوا بغاوني ندير لانجينييري، مي انا كنت ديما باغي ندير هذا لو دومين. Ce qui fait que j'ai eu la vie très bien, j'étais stable dans ma vie. Quand j'ai eu une relation avec un سيد ومع الوقت غلطت معاه، وكان عندي معاه واحد التصاور وفيديوهات، وبقى السيد هذا كيهدد فيه وكيبتز فيه بدل هاد التصاور والفيديوهات، وانا كنبيع في داكشي اللي عندي وممتلكات ديالي والذهبي وكل شيء بعتهم. بعت الدار ديالي، كانت عندي دار في برشيد، وبعت الطوموبيل ديالي، وبعت الذهب ديالي والذهب ديال بنتي، كل شيء هادشي بعتو. كنت كنبقى نعطيه في الفلوس، كل مره تيقول لي غتزيديني غير واحد القدر وغادي نمسح هادشي، ولكن عمره ما كان تيمسح لدرجه ان ما بقاش عندي انا ما نبيع. صافي كملت كل شيء، درت الذهب ديال ماما هزيتو لها، وماما كانت كتيق فيا، كتعطيني سرد الكوفر وداكشي، وكل مره كنهز لها شويه شويه تنقول ما غاديش تحس. بقيت كان في الاول كنت كنرهن ليها، ولكن ما بقاش عندي باش نرجع هذاك الرهن. سكيفي وليت كنبيع الذهب ديال ماما، تقريبا بعت لها واحد 3 كيلو ديال الذهب اللي بعت لماما ديال الذهب. وهو وكنت كنصيفط له الفلوس فوا فاكاش فوا ستيرونيون في البنك ديالو، في الكونت ديالو، من لو كونت للكونت. يعني كانوا عندي دي بروف، كاينين لي بروف. صافي حتى ما بقاش عندي ما درت به شكايه في 2019، ودرت به شكايه ديال السرقه، كنشفر لي الشيك ديالي والشيك ديال اختي. مي ما زعما ما عيطوا لي لا في الكوميساريا لا حتى شي حاجه، مي انا درت هذيك الشكايه وصافي، وبقيت كانت مادا في الغلط. يعني كان في امكاني نمشي عند ماما، مي ماما مريضه بالسكر، تنقول غادي توقع لها شي حاجه ما غاديش تقبلها. ما لقيت حتى شي حل الا وانني غنحل هذاك المشكل. ما عمري ما قلت ان دارنا غيديروا معايا مشكل، يعني قلت غادي نفك هذا المشكل دابا اللي عندي، ودارنا راه ما غاديش يدعوني ولا شي حاجه. صافي حتى لواحد النهار كانت عندي طوموبيله ديال اختي، سيغت انا مخلصه على اون اسبيس، ما هي بقات في سميتها. انا زورت الوكاله ديالها ديال البيع وبعت الطوموبيل، دازت بعت الطوموبيل الثانيه باش نعطيه، بعت الطوموبيل الثالثه اللي هي ديال بابا، وبعت الطوموبيل ديال بابا سي لوند كروزر برادو، وبعتها انا ب 12 مليون. صافي ويعني صافي ما بقاش عندي فين، ما كان امبوسيبل انني نرجع للدار، حيت ملي غادي نرجع غيقولوا لي فين هما الطوموبيلات. ما عرفتش ما ندير، صافي تلفت تودرت. حتى واحد النهار عيطت لخالتي، قالت لي راه ماماك مرضات، ماماك هادي. صافي فعلا من بعد قالت لي غديري مشكل اختك، راه دارت بك شكايه ديال الطوموبيلات، ودارت بك هادي ديال السرقه والتزوير وخيانه الامانه والنصب والاحتيال، دارت بها هادشي كامل. قالت لي غادي تمشي عند النوتير، غادي تنازلي على حقك في الورث، وبابا باقي حي. قلت لها واخا، يعني انا عرفت راسي غلطت معاهم، مي انا ما كنتش بغيت داكشي ليا، انا كان عندي مشكل كان خصني نحلو. قالت لي غتمشي عند النوتير، غتنازلي على الحق ديالك في الفيلا وحق ديالك في الفيرما، وغتكتبي عقد دين فيه 150 مليون. قلت لها داكوغ. مشيت عند النوتيره، كتبت كلشي، تنازلت على كلشي. ملي كنهبط كنلقى البوليس عند الباب النوتير. صافي مشيت للكوميساريا وصافي، ودابا انا هنا باقي ما تحكمتش، 7 شهور باقي ما تحكمتش، 17 مره وانا كنت اجل، 17 مره وانا كنت اجل. دونك عائلتي اللي متابعاني
تبعني اختي، ولكن معاها ماما وبابا وكل شيء معاهم. شكون كيجي؟ كيجي عندي خويا هو اللي كيجي عندي. هاد السيدة هذا تقدم معايا نهار التقديم، تقدم معايا عند الوكيل بالحق وخرج صراح مؤقت. بورتون كانوا الوراق ديال لا بانك، كان عندي لي زوديو، عند كلشي لي بروف كلهم كاينين، ولكن هو خرج صراح مؤقت. علاش؟ حيت يمكن حيت مراته محاميه. اول حاجه انا الا يمكن لي ننصح اي بنت كيف ما كانت ولا مرا ولا هادي، يعني اي علاقه من غير انها تكون شرعيه تحاول تفاداها، ولا وقعت في الغلط وكانوا هاد الفيديو وكانوا هاد التصاور الا وتمشي لعند البوليس ولا تمشي عند ماماها وتعود لها. حيت انا متاكده انني كون مشيت عند ماما كانت يمكن ما تهضرش معايا، يمكن تعاقبني باي طريقه، ولكن كانت تلقى لي الحل. ما كنتش نوصل لها كاع هاد الغلط، كانت تقدر يمكن تلقى لي الحل، مي انها تمشي عند ماماها وباباها كاع، يعني واخا يجروا عليها من الدار واحد الوقت واحد النهار غادي يسمحوا لها، مي ما تمداش في الغلط. اما الناس اللي كيبتزوك ولا كيهدوك وداكشي، كاين المخزن. كان في امكاني نمشي لهذيك الساعه الكوميساريه ونبقى نغوت، ولا نمشي للنيابه العامه، نمشي عند الوكيل ونقول له سيدي انا عندي مشكل يعني كان خصني ندير شي حل. ومن هذه الحلول انني نمشي للوكيل الملك، نمشي للوكيل، نمشي ندير حل وصافي، نمشي ندير شكايه وندير شكايه عند الوكيل. انا الغلط درت شكايه في البوليس، مي كان خصني ندير شكايه عند الوكيل باش انها تحرك فهمتي ويديروا لي حل. مي ما خص حتى شي وحده تتمادى في هذا الشيء، يعني الا بتزك مره اخرى راه ما غاديش يبتزك مره، غتعطيه الفلوس ويمشي حل الفيديو، يعني اوتوماتيك مو ملي كياخذ واحد شويه الفلوس راه عينو كتكبر وكيبقى تيزيد في هذاك في التهديد ديالو في الابتزاز، يعني ما غاديش يتحد تما. الناس اللي كيتبتزوا ولا كيتهدوا عندهم اي صور، يعني ماشي غير بالضروري في الصور، اي واحد كيتهدد والابتزاز على اي حاجه، متابعه قانونيه هو احسن حل كاين، يعني هو الوحيد اللي غادي يقدر ينقذك من هاد البير اللي انت تحتي فيه، حيت ما يمكنش من البير غتطلع بوحدك، كاين يد القانون واللي القانون فوق من كل شيء. وانا دابا الا كنت انا في السجن دابا راه القانون اللي جابني ومن حقهم يجيبوني، حيت انا درت الغلط، صححت غلط بغلط كبر منه. مشات لي 650 مليون اللي مشات لي، ماشي فلوس سهله. باغ كونت كون مشيت للقانون، كون مشيت عند الوكيل وكنت درت شكايه وداكشي، كنت يمكن ما نخسر حتى شي ريال، وكان حقي غادي يتخاد والسيد غادي يتعاقب، لان التهديد والابتزاز كيعاقب عليه القانون اشد العقوبات.